ديال جميع المغربيات، كل شيء كيصاوب المسمن، كل شيء كيصاوب الحريرة. إلا بعض المرات كنصاوبوا سميدة مثلا بالحليب أو الحوايج العاديين ديال رمضان اللي في جميع البيوت كاينين، القهوة والحليب، والحليب بوحدو، الحليب سخون، الحليب بارد، التمر، الشباكية، المسمن إلى آخره، هادو كلهم حوايج. وكندير هاد الشيء في الدار كنديرو. هما بزاف كنت باقا ما تنعرفش نوقف في الكوزينه، صغيره، وقلت لامي انا اللي غنطيب الحريره. فطيبت الحريره وانا ندير فيها بزاف ديال الطحين، بقيت ندور، ملي كندورها كتبان لي مزيانه وخفيفه وداكشي، ولكن ملي بردات ولات بحال خبيزه، يعني كتهزيها ثقيله، ما فيهاش وما عندها حتى كو، ما فيهاش شي مذاق زوين. ما عرفتش هذيك الحرير كيفاش درت ليها، ضحكوا عليا والوالده ديالي الله يطول عمرها ولات كتجلسني حداها في الكوزينه كتقول لي ها كيفاش كنديروا الحريره وشنو كنديروا. فاذا به كيوقعوا، الواحد كيكون باقي ما تيعرفش، يحرق شي حاجة، يحرق مسمنة، يحرق عشاء مثلا، وهادو تنظن تنتي واقيلا واقع لك هادشي ياك، شتي ماشي غير أنا بوحدي. كنقول لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، رمضان مبارك سعيد، كل عام هما بخير، وكنتمنوا الشعب العربي يكون في صحة جيدة ويدخل عليهم شهر رمضان بكل عافية، بالرزق والتيسير وبكل ما كيتمناه كل عربي عربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.